يقول: ورد أن كسب الحجام خبيث، يقول: هل ثبت ذلك وما المراد بكلمة خبيث؟ ثبت ذلك، والمراد الخبيث يعني الردي، ما هو الخبيث المحرم، لا، الخبيث يعني أنه ردي، فكون الإنسان يتجنبه أحسن له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كثيرا في قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، مراد بالخبيث هنا ردي الطعام، ردي الملابس، ردي. نعم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نعم.